السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي. اليوم إن شاء الله غدا نشارك معكم بلاطو ديال الجبن. إن شاء الله غدا نشوفو الطريقة ديال الجبن النباتي، وغدا نشوفو كذلك حتى كيفاش نسمت الجبن حيواني، يعني هكذا كل واحد كيبقى على الذوق ديالو. بسم الله على بركة الله. هنا الجبن بالنسبة للطريقة ديال الجبن الحيواني فايتة تشاركته معكم، غنخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. درت فيه هنايا شويه ديال الحار، وكيكون فيه الملح، يعني هذا غير بالملح. وهنا كنزيد واحد شويه ديال القرقاع، ممكن تزيدوا حتى الكاوكاو، وممكن تزيدوا حتى زريعه الكتان، يعني الحبوب اللي بغيتوا كتجي مع يعني الجبن، غير تكون يعني تكون مغسوله ومنشفه. هنا كنزيد شويه ديال الزعتر، وضروري كيكون داك الجبن يعني بنين شويه. ممكن تزيدوا ليه حتى شويه ديال زيت البلديه الا بغيتوا، يعني كتزيدوا واحد المذاق. ممكن تزيدوا فيه حتى زيت ديال السمسم، يعني على حسب الذوق ديالكم. راه ممكن تزيدوا حتى شويه ديال الزبيب. صافي، ودابا غدا ننزلوا في هاد البلاطو. هذا كيجي زوين يعني هكذا، يعني ممكن توجدوا حتى في الا كان عندكم ضياف ولا هذا، يعني باش بعض المرات تحطوا شويه ديال الحلوى، ممكن تحطوا حتى هاد البلاطو هذا باش كننوعوا شويه، يعني واخا حنا اللي كنديروا الصحي راه كن يعني كنحاولوا ما امكن اننا نديروا شي حويجات زوينين. هنا عندي زريعه ديال نوار الشمس، عندي تقريبا هنا 200 غرام اللي رقدتها في الماء واحد 3 سوايع، وهنا عصرت عليها نص حامضه. هذا هو الجبن النباتي، يعني ممكن تخمروه الا بغيتو، انا ما غادي نديرو غير هكذا يعني بدون تخمر. كنزيد ليه هنا زيت الزيتون، راه ملي تيطحن الا درتو نفس التنسيمه ديال الجبن الحيواني والجبن النباتي ما كيبقاش يبان ليكم الفرق بزاف. هنا غادي نزيد معلقه ديال الثومه الملحه، لان حنا كيعجبنا الثومه. نتوما تزيدوا يعني الثوم على حسب الذوق ديالكم، ممكن تزيدوا الثوم مجفف. هنا كنزيد شويه ديال الحار، وهنا غادي نزيد واحد الطرف ديال الخيار كيزيد يخفو وكيزيد يعطى واحد المذاق. عرفتوا الخيار كيتواتى مع الجبن، مع الجبن يعني سواء نباتي او حيواني. صافي، من بعد ملي كنطحنوا مع درنا زيت الزيتون والحامض، يعني كنحصلوا على هذا القوام هذا اللي كتشوفوا يعني كريمي. هنا غنزيد ليه الزعتر باش يلا دابا كيولي يعني لذيذ بزاف بزاف بزاف. على كلين هذا الجبن راه بزاف، يعني بزاف اللي جربوه، يعني اصبح معروف. صافي، ودابا هذا راه كيف شفتوا راه خفيف شويه، ولكن الا دخلتوه الثلاجه كيعاود يزيد قبط راسو. وانتم على حسب، الا ما بغيتوش يجيكم خفيف بزاف ممكن ما تكتروش الخيار، ممكن ديروا الخيار او الفكوس، وحده فيهم. صافي، وكناخذوا واحد البلاطو يعني كيف ما كان، مستطيل او دائري او غير طبسيل، يعني ممكن ديروا حتى يعني بحال الطريقه ديال فاش كنديروا الطبسيل ديال العواشر، ونقدموا فيه داكشي اللي توفر عندنا، كاوكاو اي حاجه كاينه موجوده كننزلوها هكذا في البلاطو. هنا حطيت انا شويه ديال القرقاع، شويه ديال اللوز، كلشي مغسول ومنشف شويه في الفران. وهنا عندي الحمص اللي فيه تشاركت معكم الطريقه. هذا البلاطو هذا راه كنت وجدته العام اللي فات، وكاين الفيديو اللي كنت وجدت فيه غير كان تالف لي الفيديو، والله درت شويه الميناج في البيسي ونلقاه. هنا هاد المقرمشات كلهم وجدتهم معكم، فغدا نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالهم اسفل الفيديو. هاد البلاطو هذا من يعني من البلاطوات اللي كيعجبوني بزاف بزاف بزاف، خاصه الايامات ديال الصيف نوجدهم. هنا هاد الخبز هذا غدا نخليه لكم ان شاء الله اسفل الفيديو، يعني منسم بطرق مختلفه. وممكن ناخذوا هاد الخبيز هذا اللي تتشوفوه مقرمش في الفران، وكندهنوه يعني بالجبن، وكنزيدو نزينوه هكذا اما مطيشه اما بالخيار، وكنقدمهم كمقبلات يعني في واحد البلاطو. كنقدروا نزيدوا شويه ديال الطون، نقدروا يعني
يعني تفنوا شويه كديروا داكشي مختلف، كيجي يعني المنظر ديالهم زوين بزاف. اتمنى ان شاء الله يعني الفيديو خفيف ظريف، لان كيف قلت لكم كان تتمه ديال الفيديو اللي كنت نزلت من قبل، غنخليه لكم ان شاء الله اسفل هذا الفيديو. اتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.